وهل تؤمن بأن للدين جغرافيا محددة؟ شنو بالضبط المقصود بجغرافيا يعني محددة؟ يعني جغرافية الدين، عدم أممية هذه الأديان، البعد المحلي. لا شك أن الدين فيه بعد محلي، لكن أيضا الأديان، طبعا ليس كل الأديان، الرسالات الكبرى كالإسلام مثلا فيها بعد عالمي أيضا. يعني عندما تعود إلى القرآن الكريم مثلا تجد أن القرآن كما تجد فيه بصمة للثقافة العربية وللبيئة العربية، لكن بنفس الوقت أيضا في بعد عالمي. القيم اللي موجودة في القرآن، الحياة الروحية والأخلاقية اللي في القرآن، الميتافيزيقا اللي موجودة في القرآن والحديث عن الغيب، هذا في الواقع كوني وليس عربي بحت. ما يتقاطع البعد الكوني من آليات الديمقراطية الحديثة مثلا؟ البعد الكوني لا أظنه يتقاطع، لأنه القيم بمعناها الكوني لا تتقاطع مع الديمقراطية الحديثة، لأنه الدين يتحدث عن العدالة بيوصفها قيمة، لكن هذه العدالة مصادقها تختلف باختلاف العصور. يعني أيضا يتحدث عن الدين، يتحدث الدين أيضا عن القيم الأخرى اللي تختلف أيضا مصادقها. ما هو محلي يبقى محكوم ببيئته المحلية ويظل تاريخيا يعني محكوم بالمشروطية البشرية الخاصة في هذه البيئة وفي هذا الواقع. جميل. ليس فيه امتدادا عالميا. ما حاولت أن تقرأ تجربة